مع عودة موجة الحرب عرفنا عدد اندلاع عدد كبير من الحرائق. للأسف الشيء اللي بعثني شكوك أنه منذ أمس يعني منذ صباحة الأمس ونحن نسجل في اندلاع الحرائق خاصة في الفترة المسائية أمس والفترة الليلة، أكثر من 10 حرائق في تيزي وزو سجلت بين منتصف النهار منتصف الليل والساعة 4 صباحا. هذا يعني قل ما نشاهد أن هناك اندلاع لحرائق الغابات، لكن الآن ما يهمنا وهو إخماد الحرائق ثم ترك المجال للفرق الخاصة لفتح تحقيقات في ملابسات هذه الحرائق التي تبعث للشكوك.